السادس غسل الميت أو بعضه. نعم، غسل الميت ينتقض الوضوء على المذهب، وهو من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. عندما نقول مفردات المذهب يعني خالف فيه المذاهب الأخرى، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا ينتقض الوضوء بغسل الميت، لكن مذهب أحمد ينتقض، وفي رواية في المذهب أنه لا ينتقض موافقة للمذاهب الأخرى، وإنما قالوا بنقض الوضوء من تغسيل الميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فقال لهذا الحديث أنه من غسل ميتا فإنه عليه أن يغتسل، والمقصود بتغسيل الميت الذي باشر الغسل، الذي يباشر الغسل يعني يمر يده على جسد الميت ويغسله، أما الذي حاضر يطالع مثلا كان لا ما يدخل في هذا، والمقصود الذي باشر تغسيل الميت بيديه، الذي باشر تغسيل الميت بيديه لمس الميت وهو يغسله، هذا الذي قالوا ينتقض وضوءه بتغسيله الميت. قلنا الرواية الثانية في المذهب أنه لا ينتقض وضوءه، لأن الحديث يعني مختلف في صحته، من غسل ميتا فليغتسل، والذي عليه جماهير المحدثين أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام أبي هريرة، يعني فتوى لأبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من غسل ميتا فليغتسل، فأخطأ بعضهم فجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأي لأبي هريرة، هو الذي قال من غسل ميتا فليغتسل فموقوف يعني من كلام أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل، وهذا هو الصحيح أن الحديث موقوف، وهذا الذي حكم به جماهير المحدثين كأحمد والبخاري وابن حزم والدارقطني والترمذي وغيرهم من أهل العلم، قالوا إن هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نغسل الأموات فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فدل على أن الأمر على السعة وإنما هو على سبيل الاستحباب، الإنسان إذا باشر تغسيل الميت يستحب له أن يغتسل لكن لا يجب عليه ولا ينتقض وضوءه بالتالي إذا غسل الميت أو إذا حمله. نعم.